سكننا بقرية ولعبت بنا البقى كل ليلة لعب ما نمنا إلى فجر. النامس مرة شيء غير طبيعي عجيب. يعني من كبرة البقى كنت أضد له من ثقله مو معقول. المهم يوم أصبحنا قال راعي المزرعة، إحنا استأجرنا البيوت اللي داخل المزارع، قال فرا معلمتون عندنا هالشجر هذه، لا جانا أحد غريب يمخط منه شوي ياخذ منه شوي، يمخط يعني ياخذ لك مجموعة شوي ثم بس يمسح دي جسمه كذا وراسه ونم. أنا والله ما صدقته وجربت، لا أنا ولا اللي معي والله ولا بعوضة، بس يقول لا جيت ابن حلال ما قصر، ما لي خيشة طيبة مجهز، لكني نسيت عاد هناك ما شاء الله. هو عندنا الشجر هذا ما أعرفه. لا والله أنا استغرب أبو عبد الله، لا جد أنا كنت في مو في سريفو، في ضواحي سريفو يعني 50 كيلو عنها، فجينا ذيك البحيرة واستأجرنا فيها. احنا كنا محتارين بين جمال البحيرة اللي أمامنا، بحيرة خيالية، أنا أعتقد أن صورة تويتر عندي على الكبيرة على البحيرة أتوقع أنها عليها، وبين السكن اللي يوم دخلناه وإلى الزاوية هذه كلها نامس، كلها كذا تشوفها نامس. إيه قلنا يا جماعة خير ما إحنا بنايمين في الليل من النامس ذا، ما والله يرقد فيه. بعضهم قال لا نبيها البحيرة ما نبغى نتعدها، ولو جلسة زي كذا مرتبة وكذا. فقلنا يلا بعين الله، والله يا جماعة الخير إنه ولا باعوضة تحركت من مكانها، وإنه ما جانا شيء في الليل أبد. وهذا عكس اللي تقوله أنا بعد ذيك استغربت أنا. هذه قبل بيهاتش، قرية قبل بيهاتش. إيه. ويقول حنا نزرع بكثرة هالشيء هذا، بس يقول عشان تضمن ما يجيك شيء منهن مرر على جسمك. فعلا يعني جربناه ونمنا عنده ليلة. سلام. ولا بعوضة. هذه معلومة اللي أيوة بيسافر وذا وش بس على القلب شو النبتة؟ والله أنا أقرب ماله هذه شو اسمها؟ الشرشام. إي يعني أقرب ماله. بس أيه. حلوة يعني ما كأنهم منشفة تكون كذا وضبطت. يا سلام. أيوة. يا سلام. الله يبيض وجهك. آمين. يرفع قدرك ويسعدك الدنيا والآخرة يا ربي يا الله. أنا ودي أخذ سالفة أبو محمد. سلام. ننطلق.